تحية سعودية مرحبا بكم. واش باقي شي واحد تما؟ مرحبا. متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومساء الخير على الجميع، وإن لم يكن كذلك هنا بمدينة طنجة ربما قد نصفها بالليلة السوداء بنواحي طنجة وعلى ساكنة مدينة طنجة. تلقينا قبل قليل خبر أو نبأ وقوع حادثة سير خطيرة جدا جدا، ربما هي الأخطر في هذه الشهور الأخيرة هنا بشمال المغرب. حافلتين لنقل المستخدمين مع شاحنة لنقل البضائع. هذه الحادثة لم نتوصل بالمعلومات عن الإصابات والوفيات، ولكن المعلومات الأكيدة أنه سائق إحدى الحافلات انتقل إلى عفو الله في اللحظة التي وقع فيها الحادث، بحكم أن السيارة كلها أو على مستوى أمامها شهدت تدمرا كبيرا. هنا أمامكم من مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، والذي لا زالت سيارة الإسعاف تنقل الجرحى والمصابين وأيضا الموتى إلى هذا المستشفى. شاهدنا قبل قليل دخول ما يقارب 7 أو 5 سيارات إسعاف تدخل المرضى إلى هذا المستشفى. نتمنى من الله عز وجل أن تكون الخسائر خفيفة. بالنسبة للخسائر المادية فهي طبعا خسائر كبيرة، وأيضا هناك خسائر جسمانية لا نعرف العدد المحدد بالضبط، ولكن على الأقل هناك ما يقارب 3 موتى. في هذا البث المباشر سنستضيف وإياكم الأخ عزيز شليح الأمين الكاتب العام لقطاع نقل المستخدمين هنا بمدينة طنجة ليحدثنا عن هذه الحادثة، عن سبب وقوعها إن كانت لديه معلومات. ابقوا معنا. سعز، شكرا سي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. تلقينا بحسن شديد فاجعة هذه الليلة المأساوية، اصطدام حافلتين لنقل المستخدمين مع شاحنة لنقل البضائع. الحادثة خلفت خسائر في الأرواح وكذلك خسائر في على مستوى الشاحنة والحافلتين. بالنسبة عزيز اسمح لي نبدأ معك من واش عندكم بالضبط، فين وقعت هذه الحادثة؟ واش عرفتوا الموقع؟ طبعا الطريق ملوسة في اتجاه المنطقة الصناعية الطك. مرحبا سيدي عزيز، انتم كان قابيل كيفاش استقبلتوا هذا الخبر في هذه الليله هذه؟ وعلى ما اعتقد كانت الساعه 12 طبعا ليلة. تلقينا الخبر كالفاجعه ماساويه. ان اليوم حنا واحد الشهر المعظم شهر رمضان، الاخوه العمال والعاملات كانوا يشتغلون يعني صباح اليوم، عند يعني وصولهم الساعه ديال الخروج وقعت الحادثه، ونتمنى الشفاء العاجل للمرضى. هذا الخروج كان خروجا اخيرا صادما وخروجا اخيرا لصاحب الحافله على ما طبعا 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 المانية. الله يرحمه ويستعلم. سي عزيز في نظركم شنو الاسباب ديال هذه الحادثه هذه؟ قدر نقول الاسباب هي الاقدار، اقدار الهيه، لان السائق المهنيين كيشتغلوا بواحد التفني في العمل ديالهم، لان الشركه بجيبهم شركه مقننه، شركه من نعتبروا مقاولات اللي هما الكبيره، احداهما شركه إسبانية. كبيره اسبانيه، ما عندوش مشاكل نهائيا بالنسبه للسرعه ولا النوم. الامور يعني قدر الله، ربما ان الخطا الجسيم هو ديال الشاحنه ما احترمتش حق الاسبقيه او لا على ما ذلك. طبعا سيدي عزيز بهذه المناسبه ستكون لكم انتم كنقابيين رساله للسائقين وللمجتمع بشكل خاص. نعم، نداؤنا الى جميع السائقين المهنيين، نرجو منكم الملازمه الحيطه والحذر، وكذلك التفكير في الارواح الناس اللي كنهزهم على مثل الحافلات ديالنا، لان هذه امانه امام الله عز وجل. شكرا جزيلا. مرحبا. دخلتوا اسمح لي واش دخلتوا المستشفى؟ طبعا دخلنا المستشفى محمد الخامس الاقليمي، شفنا الاوضاع ماساويه محزنه، لان كثره البكاء والعائلات الضحايا اللي هما اليوم راه كيبكيو على الابناء ديالهم الله يحسن العوان.
وما يعني نقول قدر الله. عندكم شي معلومات على المستشفى واش قدر انه يتلقى هذا الكم الهائل من الناس والذي يصل ما يزيد عن 50 شخصا؟ بالنسبه للمعلومات بخصوص هذا الموضوع نتمنى من السلطات المختصه على راسها السيد الوالي انه يتدخل ويقدم يد المساعده لهذا المرضى وهذا المصابين والاسر. شكرا جزيلا. مرحبا سي يوسف، بارك الله عليك. شكرا على تلبيه الدعوه. مرحبا، بارك الله فيك. متابعينا الأوفياء، كما سمعتم هذه الحادثة هي الحادثة الأخطر في شهر رمضان المبارك، فنتمنى من الله أن تكون آخر البأس في وطننا الحبيب. من هنا من مستشفى محمد الخامس، بكاءات وإغماءات والكثير من القلق هنا بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة. صراحة أجواء مؤثرة، لم أستطع أن أقوم بتصوير شيء في الداخل احتراما لمشاعر الناس. طبعا هذا البث المباشر هو رسالة موجهة إلى الجميع بأخذ الحيطة والحذر، سواء هنا بمدينة طنجة سواء في المغرب كاملا. المشاهد التي شاهدتها قبل قليل كإحدى الفتيات والتي تبلغ من العمر 15 سنة تلقت خبر وفاة والدها، والتي لازالت لحد الآن تنادي يا الله لماذا والدي. فرفقا بأبنائكم، رفقا بإخوانكم، فهذه المشاهد لا يتحملها أي إنسان. شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا البث المباشر. نتمنى من الله كما قلت أن تكون هذه الحادثة هي آخر البأس. إلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.